اهلا وسهلا، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بألف ألف خير. اول حاجه نقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بألف ألف خير. الكامل الامهات، الكامل الاخوات، الكامل الامه الاسلاميه، وكامل الجزائريين والجزائريات الثانية. ربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا فوتوا العيد لاباس. احنا فوتنا الحمد لله يا ربي. الواحد يحاول يخلق الأجواء، يحاول يفرح يعني في هذه الأيام المباركة. هنا من فرحة العيد أنا ما رقدتش هذيك الليلة، ما لاباليش عليه، ما قدرتش نرقد. رقدت ولادي هما هنا ما يرقدوش هذيك الليلة، ما يرقدوش، خلاص روح يصلي ويريحوا شو ما يرقدوا. مي في هذيك الليلة رقدت وليداتي، قلت باش الصباح هكا ينوضوا ناشطين، يلعبوا شوي، يفرحوا شوي، يمشي يديوها غير رقد. وانا هنا كانت يا ربي الخمسة تاع الصباح، نوض نحدد لهم في قشهم باش يروحوا يصليوا، وباسكو الصلاة تبدا على ستة تاع الصباح. هي فوجدتهم لهم ونوتهم باش يروحوا يصليوا. صباح الخير عمر، صليت؟ اها، بدا ينحي، بدا ينحي مطلب. شوف اصبر دقيقة حتى نحي لك. اها يا خلاص عيدك مبارك. بالنسبة للبسة البنات، كنت وجدت لبسة تاع عمر وجوري، اصلا وجدتها لهم في الليل. تفكرت كي كنا احنا ثاني صغار راكم عارفين كامل درنيها، اللي هي نوجدوا اللبسة تاع العيد قدامنا ونركدوها قدامنا في السرير. من الفرحة بزاف الواحد يفرح. وجوري تقولي ماما وجدي لي قشي، وانا نقولها روحي برك بنتي ترقدي دوك نجيبولك. هنا بعد ما روحوا من الصلاة كانوا فطروا، وجيت باش نبدل لهم هنا حوايجهم. كنت بزاف بزاف فرحانة بيهم، ولا نلبس لهم هنا، ما كنت وجدت والو يعني طابلة ولا، قلت نبدا بيهم نسبك هما الاولين، نلبس لهم ومن بعد ان شاء الله نولي يعني نسقم روحي انا، نوجد الطابلة، نست في الحوايج الاخرين. المهم هما الاولين هكا يفرحوا الوليدات. ربي يحفظ لكم ان شاء الله وليداتكم ويخليهم لكم ان شاء الله يا ربي، ويخلي لكم كامل كامل احبابكم ان شاء الله، وتفرحوا بيهم. انا حكمت جوري لبست لها هي الاولى، وكنت من قبل درت لها شعرها، ومحمود كمل لبس العمر، وقلت لهم بعد نمشط لها انا شعرها اسمها تعاوننا كفيها من شويه شويه. ومشى علينا التلفزيون، عمر عينيه في التلفزيون يتفرج، عباكم شي مركز معانا خلاص خلاص. وكانوا كنت نغوتهم صباح ستة صباح باش يروحوا يصليوا، وقالوا لي حابين نروحوا نصليوا معاهم، فنوتهم الصباح هذاك وين كانوا ناضوا وفطروا تما شويه. والله ما رقدوا حتى العشيه باش رقدوا. انا قلت لك يا عيو. هنا كملت جيت نمشط لجوري شعرها، مديت لها تليفون باش تلهي لي، خاطر كون تبقى هكذاك ما تلهاليش في شعرها خلاص، وتبدا تقولي حتى وما نجحش تبدا تقولي ماما وجعتيني، ماما درتي لي، ماما منا. المهم سقفت لها شعرها وستفتو لها، وكانت بزاف هي ثاني فرحانه، وراني منها ومنها ملي درت لها مشط خفيف. هذا ما كان على بالكم في هذيك الليله، قاعده نقلب هكا في تيك توك، لقيت واحد الدكتور هكا يحكي على الوليدات اللي نحكموا لهم شعرهم بلاستيكات ولظوهم بزاف هكا، قالك ماشي مليح ويسبب اصلا تساقط الشعر يعني يطيحوا خلاص. وش راكي؟ يو جيتي تهبلي. بسم الله ما شاء الله، جيتي تهبلي، كبرتي وانتي طيبة يا حبيبتي يا ماما. ورينا ترى وش لبستي؟ لبست جوري الفستان، وشو ما بغيتش نخليهم لها في قلبها اختي، درت لها الطوافر تاع القطة هذو شريتهم لها عجبوها، والخاتم والسنسلة وشعرك جاي هبل والنواظر. او استاذ كلو لاكريم. وراه لاكريم تاكليها. ايه هنا العمر. عمر عمر عيد سعيد. واو واو، حط الجاكيت، حط هاي ورينا، شوفوا حوايجك. واو جيت تهبل ما شاء الله. هنا كملت لهم وجيت باش نوجد الطابله، هنا وجدت الكاطو. المهم لقيت هذا البلا عندي، هذا الكبير، عندي الكبير والمتوسط والصغير. انا حطيت في هذا، انا مو هذا المتوسط، هذا المتوسط اللي حطيت فيه. كنت راح نشري صراحه، كنت راح نشري طباسه للعيد، ماشي طباسه هذوك تاع
تاك تاع كاطو سبيسيال. من بعد قلت والله ما نشري، خلي نحط باك في البلاطو وخلاص. هنا حطيت غير حبيت هذا مكان يعني لينا ولوليدات الدار، هذا مكان خطر واحد ما يجي ولا، فغير حطيتها كافيل وحطيت لينا ثاني، وقلت للولاد قلت لكم كولوا دوكا براحتكم. ما جيني على بالكم وانا نحط كذا، نقول زعما انا درت هذا لي موديل كامل ما حسيتش على روحي. خلاص خلاص زعما انا قاعده نقول في الاول راح ندير غير ثلاث موديلات ما نكثرش على روحي. في الاخر لقيت روحي درت هذا الموديلات كامل، تشوكيت في روحي قلت لازم ندي كونجي بعد العيد على التعب هذا كامل، لازم ندي كونجي. المهم حطيت كامل لي موديل. وهنا كنت كملت لهم وحطيت الطابله خلصت كلش. جيت هنا وجدت حويجاتي باش نلبسهم انا ثاني، كنت وجدت هاد العبايه. العام اللي فات كنت لبست قفطان، مي هاد المره ما حبيتش نلبس يعني حاجه هكا تاع دار، والله حبيت نلبس هكا حاجه كتعجبتني. هاد العبايه لبست هكا حاجه جديده، نبدلو شويه وتالي التقاليد وهذوك اللي كومونتيو لي لبستيش قفطان ولا حاجه جزائريه. راني دائما نلبس يعني، مي الواحد يبدل شويه، كل واحد يعني وش يحب على مزاجه وش يخطر له يلبس. فدوك تشوفوها كيفاش جاتني ولا كولير كاسيت معها البيج. مبارك كل عام وانتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله يا رب. عيد مبارك. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله يا رب. بينا علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. عيد مبارك لكامل المسلمين وكامل الجزائريين والمصريين وكامل الأمة الإسلامية، كامل الدول العربية. إن شاء الله تكونوا عيدتوا لاباس، إن شاء الله تكون أحوالكم وأخباركم إن شاء الله بألف خير. كيفاش فوتوا العيد؟ حنا كيما راكم تشوفوا الأجواء لازم نديرو، انا لازم في داري ندير الجو هذه الاغنيه تاعنا تاع الجزائريين كامل اللي تحسسنا باجواء العيد وتفرحنا تكون موجوده في كل بيت. طبعا انا لازم نديرها. حطيت الطابله، حطيت الكاطو والتاي، هنا ما يشربوش الحليب والقهوه، مي حطيت هنا التاي الشاي المصري تاعهم ورفقت طبعا كيما شفتوا درت انواع كاطو. عيبكم كي حطيت الطابله وشفتها انا زعما درت هذو كاملين. اهلا وسهلا معاكم، صح عيدكم وكل عام وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وكل سنه وانت طيبه. انت طيب. وكل سنه وانتم طيبين جميعا، وان شاء الله ربنا يجعل عيد سعيد علينا ويفك كروب كل الامه الاسلاميه ان شاء الله. والله مش اهم حاجه في صبحية العيد دياتي او الصبح بتاع العيد لازم اللمة الحلوة كده مع الشاي والجاتو والحاجات دي بعد الصلاة والحاجات دي كلها والبقلاوة والبقلاوة الحلوة. عجبت البقلاوة. اليوم لبست هاد العباية اللي كنت وريتها لكم البنات. يعني العام اللي فات كنت لبست، كنت جايبة قفطان من الجزائر، مي هذا المرة حبيت نبدل شوية، لبست هذا ستيل تاع العباية هذا كان عاجبني بزاف. واحد كل مرة يبدل شوية، واحد كل مره يبدل شويه البس. كان عندي موديل شريته العام اللي فات بس غير مرات والله، مستل كيما هذا عجبني بزاف بزاف. بدلت شويه هكذا، درت شويه ميك اب، شويه بدلت شويه اللوك، شويه نبدلو نزهاو شويه يوم العيد، نحيو هذاك التعب تاع رمضان وتاع العيد. عيد جوري يلا نقولو صح عيد، جيتي تهبلي وانتم ماشيين يلا قولي كل الحلوى فما اليوم. حطيت الطابلة تجي تقولي ماما نهز الحلوى، نقولها روحي بنتي هزيني، حطيتها اصلا على جايكم، روحوا قولوا واش تحبوا اليوم العيد، هزوا لي راكم باغيين. عيدكم مبارك.
عينو في التلفزيون مش ليه بينا زي باش نشربون نتقهوى هكا مع الصباح كيما العادة تاعنا بعد الصلاه واحد يتقهوى يبدل هكا شويه يدير الاجواء في دارو شوفوا فكرتني كي كنت صغيرة كي كنا صغار على بالي بلي كامل درناها اللي هي نحطوا الحلوى في الساك نديو الحلوى اللي تكون فوق الطابلة كامل نهزوها نديروها في الساك ونديوها معنا في الدار والله وكنا كي نروحوا للجيران والناس نغفرهم يعمرونا ثاني الساك يمليوه الحلويات والشيكولا يملؤون الثاني لاز كي شفت هذه راكا فكرتني على بالك جيت نقولها جوري بس من بعد فكرت قلت خليها تعيش صغرها يا ثاني كي تكبر تتفكر خليها تاخذي خديهم وحطيتهم في الشنطه وذكر واش حديري بهم بعد تاكليهم ناكلهم ومن بعد ناكلوا القاطو ناكلوا من كل نوع ومن بعد كساع في الليل نتقهموا وهنا البنات كنت نوجد يعني البلا باش نوزع هكا نفرق هكا على سلفي على بنت شيخي على وحده صديقه ليا ثاني كي كنت خارجه فوت عليها تكون هنا قريبه ليا فوت عليها غفرتها وديت لها ثاني ذوق الفيل هكا تاع القاطو كيما مالفين وكيما العاده تاعنا كل واحد يذوق الاخر شويه فعندي صديقات واحد اخرين لكن مازال ما تلاقيتش معاهم يعني حتى نتلاقى معاهم باذن الله ان شاء الله ونذوقهم فكل واحد هكا درت له طبسي وذوك رانا خارجين كنا خرجنا الصباح يعني خرجنا الصباح وذوك في الليل تقريبا عندنا 8 يقولوا 8 ولا 8 ونص قالوا لنا الاولاد باغيين نخرجوا نروحوا للجنينه ما على باش اسكو نروحوا ثما باسكو على بالي بلي نلقاو غاشي كبير نروحوا ثما ولا نروحوا غير هنا قدامنا برك على النيل نريحوا شويه نطلبوا عشاء نديو معنا العشاء من برا نريحوا ثم خير شوفوا اول يوم العيد انا اصلا ما نطيبش وما نديرش كاين اللي يديروا اول يوم العيد يطيبوني انا اختي نكون عيانه بعد تخرج من العيد ومن رمضان والقاطه وكل شيء اول يوم عيد ما نطيبش خلي حتى ندوزيام جو اول يوم العيد في الغداء عندهم عاده ياكلوا الفسيخ والرنقه هذه محمود يحبها انا ما ناكلهاش باسكو ريحتها ما ناكلهاش خلاص ما تعجبنيش ريحتها مي هنا عندهم هذه العاده في العشاء يطلبوا من برا احنا دوك انا خارجين نطلبوا العشاء وجات طبسي كاطو هكا ندي لوحده صديقه ليا تسكن هنا قريبه كي نكون فايته عليها نديهولها ونغافرها ثاني ومن ثم نروحوا احنا والحمد لله تمتعنا شويه وكانت الجو روعه في العيد يعني كان البروده هكا خصوصا مع الخرجه وخصوصا مع الخرجه كده بالليل كان الجو مش حر قوي بس فيه نسبه بروده حلوه يعني البروده ما كانش برد بزاف وما كانش سخانه تما جو مليح برك عجبتك الخرجه ايه جينا بلاصه قلت لكم كان ما بغيناش نروحوا اختي الغاشي من يذكر الغاشي بزاف المكان اللي كنا نروحوا بيبقى فيه زحمه بزاف وصلنا للدار المهم كنا عيانين ما بالولاد هما اللي طلبوا قالوا خلاص نروحوا عينا
راني ميته بالعيا، ميته مي دوك هذاك تاع تاع رمضان العيد كل ملي يرجع علينا حنا ميته بالعيا. خلاص الحمد لله ربي اللي كملنا النهار، غدوه ثاني عندنا نهار طويل، غدوه ان شاء الله نطيب، وانا غدوه ندير الغدا ان شاء الله ندير طعام ونوجدو ثاني كيما نهار اليوم العيد، فنديروا الاجواء ثاني باذن الله نصور لكم. ودوكا راني عيانه ميته بالعيا، نروح نبدل حوايجي، نمسح الميكاب. خلاص نقول لكم شكرا لكم بزاف على دعمكم، وصحه عيدكم، وتهلاو في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامه.